صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يشن حرباً ضد روسيا، حيث أوضح أن هذا الأخير أطلق حربه الهجينة الحقيقية ضد روسيا منذ سنوات عديدة، وأشار إلى استهداف الغرب للاقتصاد الروسي الذي يريد تدميره، مؤكداً على أن الأولوية الخارجية الروسية تعزز بناء علاقات مستدامة مع جميع الشركاء الأجانب المهتمين على أساس التعاون القائم على الاحترام.